تعرف زراعة الموز بإقليم تارودانت انتشارا واسعا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الفلاحين المنتجين وجدوها شجرة ضعيفة أمام تأثيرات العوامل المناخية، فالارتفاع المفرط لدرجة الحرارة أو انخفاضها قد يجعلها عرضة لبعض الآفات. كاين بعض المنطقات هنا الأرض ديالهم محجرة وما كتقبلش الماء، داكشي اللي عطيتيه ديال الماء كينزل، ولا جات السمراء الا ما حديتيه معاه، الا جات السمراء تحرق لك البنان، ولا جات الحراره تحرق لك البنان. وحتى هاد المنطقه فيها واحد المشكل، الارض ديالو ضعيفه كتشدها النيماطوط. انا كنغرس كل العام، كندير نقله جديده كل العام كنغرس. مثلا هذا انت كتشوف هاد الاصير دابا، هذه هاد الغرس ديال هاد العام، هاد الغرس ديال العام الفايت، عندي جوج الغلات في هاد الاصيره، كل العام كنغرس. ملي كتحيد هاد السلعه كنغرس، هذه ما يمكنش ليك هاد الارض هذه باش تستعمل فيه مثلا البنان 5 سنين ولا 4 سنين، ماشي الارض قويه ديال الاسمده غاليه والادويه غاليين، وكاين واحد العدد ديال الادويه كتشريهم ما كيديرش الافعال ديالهم. يقول لك اودي هاد الدواء راه شنو علاش كيصلح شنو كيصلح، ملي كدير الدواء كيدير كيدوز 3 شهور ما كتبين حتى شي نتيجه، ما كتغير حتى شي حاجه في الشجره. واحد العدد ديال الاسمده والادويه اللي تغيروا في المنتوج ديالهم. افتقار التربة لبعض العناصر المغذية واحتواؤها على الديدان الضارة جعل المهنيين والتقنيين في صراع دائم مع الآفات الناجمة عن ذلك. عندنا النيماطود بزاف في هذه المنطقة هذه كثير، حقاش عندنا التراب الأرجيل كيعيش فيه النيماطود بواحد السرعة كثيرة، واخا كتريتي ديما ولكن مع لا ريكولت ما كتريتيش بهذوك لي برودوي توكسيك لي لادار ديالهم مثلا 3 موا. كاين الامراض ديال لي زكريان كاينين بزاف عندنا في كيطاكيو البنان، ولكن كنديروا تريتمون قبل، كنديروا تريتمون والحمد لله داك الشيء كيدوز مزيان. اما كاينه رتيله كتكون رتيله وكدير تريتمون قبل لا جوتي، نورمالمون كدير لا تريتمون قبل لا جوتي على حسب باش ما يكونش عندك ليطاش في الريجيم وما يكونش عندك شي مشكل في الفروي. لحقاش اغلبيه هاد لي برودوي اللي كاينين لي زكريسيد اللي كاينين ملي كتريتي بهم الفروي كيكون مشكل، كيكون هذاك النقاطي كيكون لي زيتاك. ودابا الحمد لله هاد العام واخا جات السمره مأخره شي شويه، درنا الواجبات ديالنا، سدينا لاسير وعطينا الماء مزيان وخدمنا شي شويه سيستيم راسينا قبل ما يجي هاد الشيء هذا.